شكرا زميل نور الدين عيد علي. اذا فعلا مشاهدينا الكرام احداث غريبه كانت في الشوط الثاني، في بدايه تقدم منتخب موريتانيا بهدف في الدقيقه 52 من البديل اللي دخل في نهايه الشوط الاول رقم 12 باري سيدو، وثم حاله طرد لمنتخب موريتانيا كانت في الدقيقه 70، كانت الافضليه لموريتانيا، كان بامكانهم انه يطلعوا من هذه المباراه بهدفين او على الاقل تقدير هدف وحيد وثلاث نقاط، ولكن أضاع ربما المباراة من يده في الدقيقة الأخيرة. استطاع ريال مرسي إحراز الهدف الأول له وهدف التعادل، لذا تنتهي المباراة بتعادل إيجابي ونقطة لكل فريق.